لا عايز أسأل حضرتك بقى النهاردة على التصديق بقى بتاع رفع سقف الدين. يعني من الأول وكل الناس المتابعين، أنا لا أخفي حضرتك سرا، مع كل الإدارات الأمريكية بنبقى متوقعين بعد الشد والجذب والطحن نقعد شهرين ثلاثة أربعة، وفي النهاية بيتفقوا وفي النهاية بيوقعوا. طيب يعني ليه بيخلوا الناس تتشد؟ ليه بيخلوا ليه الشد والجذب ده بيحصل طالما في النهاية بيحصل تصديق وبيحصل اتفاق ما بين الجمهوريين والديمقراطيين والنواب والشيوخ وبيتفقوا؟ في الحقيقة أنا بقول كده دايماً، لكن للأسف في ناس كتير ما بتصدقش على مدى عقود، يعني في الولايات المتحدة على طول الأمريكية هو ده دي اللي بيحصل. المرة ال 43 يتم فيها رفع سقف يعني الديون، ومش كده زي ما حضرتك قلت برضو، هي بطبيعة الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن يكون هناك يعني تنافس، كل طرف يحاول أن يثبت لمتابعيه، يعني الديمقراطي عايز يثبت للديمقراطيين أنه هو حصل على أفضل الحلول، والجمهوري بنفس الشيء، وفي الآخر لا يمكن، وده في السياسة لا يمكن إرضاء الجميع. وقد رأينا مكارثي لما تكلم مع المتشددين، لأنهم ما كانوا يطلبوه يعلم جيدا هو من المستحيل. هذه الصراعات تصل لمرحلة تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تقاربية يمكن منها الوصول لأكبر عدد منه لتمرير القانون، وده يتم في أي قانون، ما فيش قانون في الولايات المتحدة الأمريكية بيمر ب 100% ولا 90% ولا مظبوط 70%، الحاجة الوحيدة اللي بتمر بحاجة 90% حاجة لها علاقة بإسرائيل، ودي على مدار حياة الولايات المتحدة طيب الأمريكية كلها. يعني معنى كده أي دكتور موضوع ان آخر في مكاسب، يعني الجمهوريين قد يكونوا حققوا مكاسب من تمرير القانون الخاص برفع سقف الدين، واكيد الديمقراطيين كسبوا لانهم نجحوا في تمرير القانون، وزي ما قال بايدن جنبوا امريكا مشكلات كبرى. يعني فايه المكسب مثلا اللي ممكن يكون الجمهوريين حققوه؟ هي المكاسب هي عبارة عن مبادئ للجمهوريين كانوا طالبينها. نمرة واحد، مثلا الجمهوريين طلبوا ألا يكون هناك إعطاء لدعم عدم العمل بدون أن يكون هناك حد يشتغل، يعني لازم يكون شغال ولا يستطيع الوصول لمرحلة معينة أو دخل معين، ومن هذا الأساس يتم إعطائه يعني منحة أو دعم في العمل. ودي يعني كانت منحة مشكلة البطالة دي كده بالظبط. ما تبقاش موجودة بقى، لا، هي موجودة بس بشروط، كانت بشروط. قبل كده الشروط أقل، هي منحة البطالة طول عمرها موجودة، لكن طلب الجمهوريين أن يكون هناك شروط أقصى، وأن يكون من يحصل على منحة البطالة في نفس الوقت بيشتغل، يعني بيشتغل لكن دخله لا يكفي، فدي تمام. ما تحصل عليها الجمهوريين. دي مسألة. المسألة الثانية هو عدم المساس بالإنفاق العسكري. كما نعلم الجمهوريين دائما يهتموا بالإنفاق العسكري بشكل كبير، لأن شركات إنتاج السلاح من أكبر الداعمين للجمهوريين، مظبوط. فكان المكسب الثاني هو عدم المساس بالإنفاق العسكري. المكسب الثالث أن يكون هناك بعض الإضافات في الميزانية لبعض الولايات التي يتحكم فيها الجمهوريين، ودي اللي لا يعلن عنه، يعني دايما في أي مشروع قانون أو في قانون يمرر بعض البنود التي تخدم رد الفعل من الناخبين. أما بالنسبة هنعدلكم القانون لغاية آخر لحظة، بس الكام ولاية دول اللي هم تبعنا هتزودوا المخصصات بتاعتها من غير ما بالظبط يتقال، يعني ده كده في الايه والكلام في بالظبط التفاصيل يعني. بالظبط، ونفس الكلام بيحصل مع الديمقراطيين. اي لعبة السياسة مظبوط، في يعني العكس. لعبة محنكة، والعكس طب صحيح. مسألة الضرائب الديمقراطيين ازاي تم تمام. تمريرها، وازاي رفع بعض نسب الضرائب او شرائح الضرائب دي ازاي تم تمريرها؟ بالظبط، مسألة الضرائب يهتم الجمهوريين ألا يمس الأغنياء أي زيادة في الضرائب، طبعا لأنه الدعم بيأتي من الأغنياء. دي تم تمريرها بشكل مؤقت، يعني وده الأخذ بالاعتبار. هذا القانون يعني تم تمريره لمدة سنتين بحيث ألا يعاد مناقشته السنة الجاية، وفي نفس الوقت يتم يعني الوصول إلى حلول في ترضي الجمهوريين والديمقراطيين. كان هناك طلب من الديمقراطيين أن يتم زيادة عدد العاملين في مصلحة الضرائب، والجمهوريين عرقلوا هذا الموضوع ووافق عليه الديمقراطيين لمدة سنتين. الديمقراطيين
استطاعوا الحفاظ على كل قرارات الرئيس بايدن التي قررها في خلال السنتين الأولانيين، واللي هم يهتموا بدعم المواطن، الرعاية الصحية، التعليم، الإنفاق على ذو المعاشات. احتفظ الديمقراطيين بهذا الجزء كاملا، وهو ما أقره الرئيس بايدن. هل ده كان مهم في سنة الانتخابات؟ ودي دي سنة الانتخابات الأمريكية، يعني أعتقد دي ورقة داعمة لبايدن يعني، أو للحزب الديمقراطي بصفة عامة. بالطبع أعتقد أن الرئيس بايدن استطاع الحفاظ على كل المكاسب التي تحقق منها في خلال السنتين الأولانيين، واستطاع أن يمررها لسنتين تانين لحد الانتخابات القادمة. وفي نفس الوقت استطاع كيفن ماكارثي الحصول على مكاسب ترضي جزء كبير من الجمهوريين. وكما نعلم الجمهوريين المتشددين اليمنيين رفضوا هذا الموضوع، وبعض اليساريين الديمقراطيين رفضوا هذا الموضوع. في النهاية استطعنا تمرير هذا القانون بأغلبية لا يمكن تغييرها، ورئيس بايدن كما رأينا وافق على هذا القانون. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، ضفنا عبر سكايب من الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لحضرتك. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون رفع سقف الدين الأمريكي بعد تمريره من مجلس النواب، وهو الإجراء الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين. موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي جاءت بغالبية مريحة، حيث وافق على القانون 63 عضواً مقابل 36 صوتاً ضد القانون. واليوم وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون سقف الدين الأمريكي، الإجراء الذي يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأمريكي، وهو ما يبعد التهديد الكارثي بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم. ويفرض القانون حداً على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة حتى عام 2024 وبزيادة نسبة 1% في عام 2025. كما ينص القانون على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتجديد الضوابط. وبموجب قانون سقف الدين الأمريكي الذي تم الموافقة عليه، فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024 بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025 بزيادة قدرها 1%. كذلك سيخفض مشروع القانون ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها للسنة المالية 2024، وسيحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1% في عام 2025. من مصر، محمد الجباس.